الواضح جدا أنه القوى السياسية الكبيرة أو ما نسميها بائتلاف دائرة الدولة مصر على تعديل وتغيير انتخابات قانون الانتخابات المعدل الأخير، وسبب لتغييره هو أحدث إشكالات كبيرة وخصامات وانشقاقات بالقوى السياسية وأضعف القوى السياسية من تشكيل الحكومة، ولا نعود لهذه التجربة إطلاقا. ومصر القوى السياسية على تغيير ذلك القانون واعتماد قانون يعني أكثر يكون مناسبا لاستكمال الإجراءات والاستحقاقات الانتخابية بشكل يسير أمام القوى السياسية. لذلك هناك جدل كبير وبين القوى السياسية، خصوصا بين المستقلين. المستقلين يدعون إلى قانون انتخابات يناسب حجمهم وحجم الكتل السياسية، يميلون يناسب القوى السياسية والكتل الصغيرة. أما القوى الكبيرة تحتاج إلى قانون يناسبها، وهو الأنسب اللي يتضح أمامنا هو قانون 0.199، وهو أنسب قانون للقوى السياسية. ويمكن من خلال ذلك القانون هناك تفاهمات مع الكتل الصغيرة بحيث تنزل الانتخابات بشكل قوى يعني كبيرة وتعد قوائم تناسب ذلك القانون وتتعدى هذه المرحلة وتشارك بالانتخابات، ولا تكون هذه الكتل متجزئة وصغيرة بحيث لا يناسبها القانون. هذا ما اعتمدناه بالحوار والنقاش، وأكيد هناك تفاهم مع تلك القوى ونصل إلى قناعات إن شاء الله. القراءة الثانية ستكون الأسبوع القادم، محتمل الجلسة السبت القادم وتكون هي القراءة الثانية، ومنها نتوجه إلى الجلسة الأخيرة وهو التصويت على القانون تماما. Thank you.